بص يا ستي، كان في شحنة كاميرات صغيرة كده متهربة، أنا بقى كان نفتح حبة حلوين منهم، هناخدهم ونطلع بيهم على فيلا الساحل ونحطها في أماكن مدارية، لا من شاف ولا من دل. بس أنا خايفة من اللي بتقوله ده يا إسماعيل. يا بت ما تخافيش، دي فاهمة يعني نحط لهم الكاميرات جوه الفيلا، يعني ممكن نطلع بمية لقطة حتى لو ما طلعناش. أنا ممكن أركب وشي دي على دي، ما أنت عارفة جو الفيديوهات ده لعبتي، ساعتها بقى هيقعوا دم قلبهم وبمزاجهم. يا بت صدقيني هناخد الفلوس ونخلع. طب هنحط الكاميرات امتى وازاي؟ وانت رايحة تنضفي يا اختي في الفيلا، هاجي معاكي او منها اركب الكاميرات ومنها والناس. خاف يشكوا فيا يا اسماعيل، ما انا اللي بنضف. ومش هيشكوا فيكي، انت بالنسبه لهم حته بنت جهله، هتفهمي ايه في تركيب الكاميرات؟ لا مؤاخذه يعني. وبعدين انت هتبقي قدامهم مش هتختفي مثلا. عمر ما هيجي في بالهم ان اللي بيساومهم ده قاعد معاهم ليل نهار ومش قلقان منهم كمان. هفكروا في ناس تانيه بعيده، وحتى لو حصل قلق ساعتها ابقى امشي. وحد ليه عندك حاجه؟ هو ممكن يحصل قلق؟ يا بنت بقول فرضا، بلاش غباء بقى، بلاش غباء فرضا، اوحش الظروف مش هيحصل حاجه. انا مأمن كل حاجه، الرقم اللي هبعت منه هبقى جايبه من على النت، ملوش بيانات في اي شركه اتصالات، حتى المحافظ اللي هيجي عليها الفلوس باسماء ناس تانية. انا وانت بعيد، كل حاجه محسوبه، خليكي واثقه فيا. انت جريء قوي يا اسماعيل. ما هي الدنيا كده يا بنت، عايزه جراءه. اه صحيح، رقم الشله اللي هسافر معاها كلها تبقى عندي. اشمعنى؟ لا مالكيش فيه، انت تنفذي وبس هتعرفي. هي البت مايا معاها تليفون امها بتلعب بيه طول اليوم، فسهله. سهل تعجبين، ربنا يستر يا بنت. كله حلو، كله هيبقى خير. تعالي يا ولادي الهرمة، ابويا على العيشه واللي عايشينها. يا اسماعيل بقول لك يا بنت اسماء، انا زهقت من الفطار في الهول، حضري لي الفطار النهارده في الجنينه على ما اخد جوتس. شفت الناس دول عايشين ازاي؟ حاجه كده تطول العمر، مش شبهنا يا بنت. مش شطاره منهم ده، عشان هم نصابين وحراميه. ما انا قلت لك حلال فيهم. طب على يدك اهو، شوفي طالعين يصيفوا بقد ايه، ده فلوس الفيلا دي شوفي تحل مشاكل كام واحد زيي يا شيخه. بقول لك يا بنت اسماء، ايه؟ هتيجي في بيت الليله في الفيلا؟ يا بنت هننبسط شويه، ايه مالناش نفس نعيش زي الناس دي؟ انسى، ما ينفعش. ليه؟ ايه اللي ما نفعوش؟ مريم حاجزه لي سوبر جيت بالليل، ولازم اخلص قبل ميعادي. طب بقول لك، قولي لها الفيلا واسعه وهتاخد مني مجهود. ايه؟ مريم. الو؟ ايوه مدام مريم. انا وصلت واخدت المفتاح. لا انا هبدا اهو، مش هتاخد في ايدي حاجه. وهنا حاضر حاضر. ايوه طبعا. ماشي، مع السلامه. بومه بتيجي على السيره. مش بقول لك اروبا؟ بقول لك ايه، قوم بقى كده شوف انت هتحط الكاميرات فين عشان عايزين ننجز. طيب اللي هي فين؟ صحيح الكاميرات فين؟ معاكي هنا كاميرا. ايه ده؟ انت بتشتغلني؟ ده مسمار. او المسمار ده اللي هيصورهم صوت وصوره حلوه. قصدك يعني ان المسمار ده في قلب كاميرا يا سمعه؟ بالظبط، زي ما انا في قلبك كده يا روح سمعه. يا بنت تعالى، يا بنت كفايه تقلي بقى. انا مش مصدق ده. ايه كميه الغل اللي انت فيه ده؟ ليه كل ده؟ هو احنا قصرنا معاكي في حاجه؟ انا مش فاهمه. انا مستأمناكي على بيتي وبنتي، ده ايه كميه الشر والقرف اللي فيكي دي؟ انت فاكره ان كلامك هيأثر في واحده زي دي؟ المهم دلوقتي انتوا حاطتوا الكاميرات وانتوا بتنضفوا، شلتوها ازاي وامتى؟ احنا لسه ما شلناهمش. اسماعيل يعني كان لسه بيشوف طريقه عشان يشيلوا. امال كنتوا بتسحبوا الفيديوهات ازاي؟ هو يعني حضرتك كان قال ان هو ركب راوتر النت اللي في الفيلا وكان بيسحب الفيديوهات من على الكاميرا بالنت. بس انا رحت الفيلا ودورت ما لقيتش اي حاجه. هم حضرتك يعني مش هتعرف تشوفهم عشان هم صغيرين زي المسامير، مزروعين في اماكن متداريه.